بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من اللبان الذكر، ونضع عليها كأس من الماء المغلي. يجب أن يكون الماء مغلي، ونضعه لليلة كاملة، وبعدها نتحصل على هذه الوصفة. طبعا هنا اللبان، لبان الذكر لا يذوب كليا، لاحظي معي لا يذوب كليا بهذا الشكل. يمكنك استخدام هذه الوصفة بماء الورد، بأن تغلي كوب من ماء الورد ونضع عليه اللبان الذكر إذا كانت بشرتك غير حساسة لماء الورد. طريقة استخدام هذه الوصفة على البشرة: يجب أولا أن نقوم بغسل البشرة بواسطة الغسول المناسب. يفضل استخدام الغسول المحضر في القناة، هو غسول بشامبو الأطفال، وقد تم تجربته من قبل الكثيرات من مشتركات قناتي، وكان الغسول ناجح 100%، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة. نبدأ أولا بالرقبة. يجب عليك أن تكوني مسترخية مع تجنب الكلام أو الضحك أو أي حركة، لأنك إذا قمت بالكلام أثناء عمل الماسك أو الضحك فإنه يأتي بنتيجة عكسية، ستزيد عفوا الخطوط الرفيعة. نقوم بعمل هذه الوصفة سواء كانت بالفرشاة أو بواسطة القطن. نوزع دائما من أسفل إلى أعلى، نحاول الأماكن المتواجد بها التجاعيد، وكذلك منطقة الهالات. ممتاز هذا الماسك لوضعه على منطقة الهالات وكذلك على الجفون، يوضع على منطقة الجفون وكذلك هذه المنطقة حول الحاجبين وكذلك على الجبين، يعني كل الأماكن المتواجد بها التجاعيد يوضع هذا الماسك. يترك فقط لمدة ربع ساعة. بعد مرور الربع ساعة نقوم بشطف هذا الماسك بماء بارد مباشرة. من أول استعمال تلاحظين أنه قد قام بشد البشرة، فعال ومبيض، وكذلك هو معطر ومرطب وقافل للمسامات الواسعة. ممتاز، ولا يحتاج إلى أي شيء من التعب، طريقته سهلة جدا. آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 10 سنوات فما فوق، حتى الرجال يمكنهم استخدامه وبكل أمان. يمكنك استخدام هذه الوصفة بشكل يومي إذا كانت التجاعيد واضحة. من أول أسبوع لاستخدامك الصحيح لهذه الوصفة مع الترطيب بزيت لبان الذكر، وسأقوم بإعطاء الوصفة بحول الله تعالى بعد هذه الوصفة، ستظهر النتائج بسرعة. حفظ هذه الوصفة، خذي كمية تكفيك لمدة أسبوع واحد، يحفظ في برطمان من زجاج، يكون معقم، يوضع فقط في باب الثلاجة ويستخدم بشكل يومي. الباقي احفظيه كذلك في علبة من زجاج في المجمد، ولكن لا تقومي بملء البرطمان حتى لا ينفجر طبعا، وبعدها قومي بتذويبه على حمام مائي فقط لاستخدامه في الوصفة أو وصفة كريم اللبان الموجودة في قناتي، وكذلك والحمد لله كانت ناجحة. ننتقل الآن مع بعض لعمل زيت اللبان. نأخذ حوالي 2 ملاعق طعام كبيرة من اللبان المر، اللبان الذكر المر. يمكنك طحنه مباشرة في الهاون، سهل الطحن، ونقوم بطحنه في الطاحونة، طاحونة البن أو التوابل قلت أو الهاون.
نفرغ اللبان بعد طحنه على شكل بودرة، لاحظي معي، دون الحاجة أبدا إلى غربلته، يطحن جيدا. نأخذ 2 ملاعق طعام، تابعي الطريقة جيدا، من اللبان الذكر يكون مطحون. 2 ملاعق طعام كبيرة، نضيف عليها كوب من زيت الطبخ. يمكنك استخدام أي نوع زيت تلاحظين أنه يناسب نوع بشرتك. أي نوع زيت يمكن إضافته لعمل هذا الزيت، زيت لوز حلو أو زيت أرغان، زيت زيتون، زيت سمسم، أي نوع زيت. نأخذ، قلت، كوب من الزيت ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. تابعي جيدا الطريقة حتى ينجح معك زيت لبان الذكر، فوائده كثيرة جدا للبشرة. قلت قومي بترطيب بشرتك بعد استخدام هذا الماسك بطريقة زيت الزيتون في قناتي، وهو يعمل على التخلص من حب الشباب وآثار حب الشباب، كذلك يرطب وينعم البشرة، يعالج الدمامل والندبات والبقع الداكنة وحتى الكلف، وله فوائد كثيرة سنحاول ذكرها. بعدها نأخذ أي برطمان، إذا كان متوفر عندك هذه الأنواع من قارورات يمكن استخدامها للزيوت، أو أخذ برطمان وبعدها نقوم بلفه. يوضع الزيت في برطمان، نقوم بغلق البرطمان جيدا، نأخذ أي إناء نضع به البرطمان بهذا الشكل، ثم نضع، تابعي معي جيدا، نضع الماء المغلي، يكون الماء مغلي بهذا الشكل، ونترك الإناء، عفوا، نترك قارورة الزيت بهذا الماء إلى أن يبرد تماما. بعدما يبرد هذا الماء نقوم برميه، ثم نضيف ماء مغلي مرة ثانية. بعدما يبرد نرميه ونضيف ماء مغلي للمرة الثالثة، وهكذا حوالي 6 مرات. لا يوضع على النار على حمام مائي، وإنما تابعي هذه الطريقة، إن شاء الله تكون واضحة. كل ما يبرد الماء نرميه ونضع ماء مغلي آخر. هذه، وبعدها نقوم بوضع هذا البرطمان أو هذه القارورة في مكان مظلم وجاف. كل يوم نقوم برج البرطمان لمدة 2 أسبوع كاملين، وبعدها نقوم بتصفية الزيت بواسطة قطن طبي حتى لا تكون هنالك أي آثار لشوائب أو للبان الذكر، وبعدها نقوم بحفظه في برطمانه الخاص ونستخدمه في الوصفات. يعالج كذلك علامات تمدد الجلد، هذا الزيت ممتاز، وعلامات الجراحة، وكذلك التشققات المرتبطة بالحمل والولادة، كذلك هو يعمل على تجديد خلايا بشرتك، يحافظ على الخلايا والأنسجة، يعمل على تأخير علامات الشيخوخة والتجاعيد، تجاعيد البشرة، وكذلك ينظف بشرتك من الشوائب والميكروبات، يعمل على تفتيح البشرة ويعيد لك نظرتها، وكذلك يعمل على علاج التهابات بشرتك،
وهو ممتاز لتعطير الجسم، رائع جدا. زيت لبان الذكر رائحته عطرة. بالنسبة لتعطير الجسم بعد الاستحمام، إليك هذه الوصفة. نأخذ 2 ملاعق طعام كبيرة من زيت اللبان بعدما يجهز، نضع معه 2 ملعقة من زيت الليمون. الوصفة كذلك موجودة في القناة، وكذلك زيت البرتقال طريقة عمله موجودة في القناة، كذلك زيت اللافندر بكميات متساوية كلها. ويمكنك إضافة زيت الأطفال، كما يمكن إضافة زيت الورد. نخلط كل الزيوت مع بعضها البعض، واستخدميها لتعطير رائحة الجسم تحت الإبطين وكل المناطق بعد الاستحمام. صلاحية زيت لبان الذكر تدوم لمدة 6 أشهر. إذا أضفت كبسولة من كبسولات الفيتامين إي لهذا الزيت، صلاحيته تدوم لمدة 1 سنة كاملة، ولكن يجب أن يحفظ في مكان جاف. هذا الزيت كذلك هو آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 10 سنوات فما فوق، حتى الرجال يمكنهم استخدامه وبكل أمان. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.